النهاردة معانا المازدا الثري في جيلها التاني. العربية دي ما لحقتش الفيس ليفت، الفيس ليفت نزل بره في 2012. وما لحقتوش، فدي العربية اللي قبل الفيس ليفت، الشكل قبل الفيس ليفت. واحدة من الحاجات الظريفة ان المازدا 3 في جيلها الاول كانت مشروع يعني تعاون مشترك ما بين فولفو وفورد ومازدا، وطلعوا منها اركيتكتشر او قاعدة بناء اسمها C1. والجيل الثاني اللي انتوا شايفينه ده برضو اخد نفس قاعدة البناء، يعني مازدا ما غيروش حاجة غير الشكل وكبروها شوية. فالظريف في الامر ايه، ان الجيل الاول والتاني مشتركين في حاجات كتير قوي مع الفورد فوكس الجيل التاني اللي هو مارك 2. طيب مواصفة العربية، كومباكت سيدان، طولها 4.6 متر، الا حاجة صغيرة جدا. قاعدة العجلات 2.64. الموتور هنا التنفس الطبيعي 1600 اللي بيولد 105 بي اس، 145 نيوتن متر. على نقل سرعة، نقل حركة 4 سرعات اوتوماتيك. التعليق الامامي بتاع العربية ماكفيرسون، والخلفي هنا مالتي لينك منفصل، حاجة نادرة في الفئة دي. تعال نبص على العربية بسرعة كده. الحاجة المميزة قوي في شكل العربية دي من قدام بالذات انها شكلها ضاحك، يعني لو بصيتوا على الشبكة من تحت عاملينها اكنها واحد بيضحك، يمكن مش باينة قوي في الاسود بس لو بصيتوا على الشبكة كده كان حد بيضحك، العربية بتضحك بالعينتين والضحكة واضحة جدا يعني. على عكس الحاجات الأجد من كده اللي بقت رياضية أكتر ومكشرة وجد، دي فيها نوع من ال يعني زي ما يقولوا إيه السنس اوف هيومر، فيها نوع من الدعابة كده في المنظر الأمامي. تعالوا نشوف الكاوتش، 215 50 17 بوصة، ديسكات أمامي وكمان ديسكات خلفي. عندي سبويلر واضح ان هو راكب، والإنارة الخلفية سموكت زي ما انتوا شايفين. من جوه حالة العربية دي كويسة قوي، هي عاملة اكتر من 100,000 110,000، لكن الحالة بجد هايلة، ولون الفرش كمان هايل، يعني لان لون الفرش فاتح وده اللون الاصلي، واخدين بالكم الحالة متميزة. وطبعا فيها العدادين بينهم حتة يعني يدوب ديجيتال صغيرة جدا، والحتة بتاعت التريب كمبيوتر اللي فوق في الكيرف الفوقاني. طبعا هنا ما ننساش ان دي ايه يعني مبنية على تصميم في 2008، ولكن الحالة هايلة الحقيقة. قاعدة العجلات هنا 2.64 متر، ولكن المساحة الخلفية مش كويسة قوي، ضيقة شوية. وعندي نفق صغير، وفي الباب مكان تخزين لإزازة صغيرة. واحدة من الحاجات المختلفة في العربية برضو ان الشنطة ليها مساعدين، واخدين بالكم حلوة. واما الشنطة نفسها فهي حوالي 420 لتر، وزي ما انتوا شايفين في امكانية كمان طي الكراسي زي ما انتوا شايفين. الحق عروض نون بتاعت باك تو سكول، نون عاملة عروض كتيرة جدا الفترة دي عشان باك تو سكول. ممكن تستخدموا الاكواد بتاعتي ام كار، ماجد 10، ماجد 50، نون 20، نون 21، نون 22. وكمان الاكواد دي شغالة في مصر والامارات والسعودية. ازيكم يا جماعة؟ عمر، محمود، ايه الاخبار؟ الحمد لله كويسين. اوكي الحمد لله تمام. المازدا الثري في جيلها الثاني زي ما قلنا، اكتر حاجه بتميزها انها مبنيه على قاعده البناء اللي اسمها C1 اركيتكتشر، اللي هو مبني على المشروع المشترك ما بين فورد وفولفو ومازدا. فالفورد الفوكس الجيل الثاني مشتركه في حاجات كتيره جدا، حتى لما كنت بتكلم مع عمر بيقول لك انت عندك بقى تيول وحاجات قطع غيار كتيره مش ميزان يعني مشتركه زي نفسها بالظبط، وممكن تلاقي كمان حاجات في التعليق يعني مساعدين، ممكن تلاقي حاجات كتير من جوه. فهم استغلوا انه بنوا قاعده عجلات في المشروع اللي ما بين الثلاث شركات دول، فقالوا نستغله. طيب المازدا الثري، بصوا انا دايما انا بحب مازدا كماركه، اوكي ما عنديش اي مشكله معاها،
هنا نقل الحركة 4 سرعات أوتوماتيك طبعا قديم، وهتلاقي الاستهلاك. احكي لنا الاستهلاك عامل ايه؟ الاستهلاك هي بتلعب من 8 لـ 9 يعني، انا برضو ساعات ببقرص عليها مش وحش معظم الوقت. في السفر كويسة جدا، 7 6 بتوصل لـ 6 اوكي مع التكييف وكده بتوصل لـ 6 اوكي. بس حسب السرعة طبعا، حسب يعني السرعة طبعا كل ما بتزود عليها طبعا الاستهلاك بيزيد بيزيد. بس هي لا يعني هي اقتصادية جدا في موضوع البنزين. لا مش قوي يعني مقارنة بالعربيات الحديثة. لا من الحديثة لا يعني، بس بالنسبة لوقتها وبالنسبة للموتور ان هو مش قوي، مش بطالة اقوى من الموتور اتقل سنة، ف يعني لما باجي اطلع منها اداء فبتعاني شوية. مع ان هي وزنها طن 250، ده مش وزن عالي خالص، بالعكس ده وزن خفيف. طيب اوكي، زي ما انتوا شايفين انا قادر اوريكم بس عداد السرعه، عشان العدادين هنا منفصلين مع بعض فما اقدرش اجيبهم هما الاثنين في نفس الزاويه، بتبقى الزاويه عامله كده بتبقى محوله قوي يا جماعه. طيب الرؤيه في العربيه، الازاز الامامي واضح، انت قاعد في العربيه واطي كده قاعده رياضيه، والمرايات واضحه ولذيذه، والرؤيه الخلفيه كويسه مش وحشه، هي العربيه عامله كده شويه فالرؤيه الخلفيه ايه، تلاقي نفسك باصص فوق شويه. ايوه بالنسبه للفرامل انت بتقول التيون متغيره بقالها فتره مش كتيره. اللي قدام متغير يعني، اللي ورا كان لسه فيه شويه فسبته، اللي قدام هو اللي متغير يعني. فراملها متوسطه بس انا مش عارف حاله العربيه دي وحاله التيون الخلفيه برضو عشان احكم، بس فراملها متوسطه. لكن اللي بيميز دايما مازدا هو التوجيه بتاع عجله القياده، دايما التوجيه بتاعهم مباشر جدا واضح جدا وفي طابع رياضي مفيش شك، ولكن يمكن مش عجباني قوي الفرامل. طيب انتوا هنا برضو مغيرين البروفايل بتاع الكاوتش، هي بتنزل 15 انتوا حبيتوا تركبوا ال 17 دول مش كده؟ 17 بينزل في الهاي لاين بتاعتها، هي اساسا بيز لاين بس انا يعني عامل فيها شويه اوكي فيها شويه حاجات يعني. في الملف ماشي، الـ 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 المالتي لينك اللي ورا مساعد شويه، ولكن برضو المقدمه بتلعب شويه في الملف طبعا، هي التعليق بتاعها مش ناشف خالص، ويمكن ممكن نقول نوصفه ان هو في النص، يميل ان هو يبقى طري، فهمتوا حاجه؟ في حته كده متوسطه يعني، هو مش وزنته حلوه كلها على بعض لكن يميل ان هو يبقى طري شويه. طبعا البروفايل ال 17 هو اللي ممكن كان بيدبدب اكتر، اكيد ال 15ات كانت احن بكتير، احن بكتير اكيد اكيد كمان. بس انا مش شايف انها واطيه بزياده. لا ما هو الموضوع الجنط ده هو اللي عليها يعني اكتر طبعا، على طول الاندرستير داخل معانا في كل مناسبه، لكن التوجيه دايما بيبقى عندهم حلو الصراحه، فما عنديش ابدا مشكله في عربياتهم حتى بالاندرستير طبعا مفيش مشكله، التوجيه لذيذ. نيجي يمكن كالعاده ككل التعليقات بتاعتي على مازدا حتى العربيات الجديده، الاداء، الاداء دايما متواضع. عربيات هنا بتحس انها اوكي شكلها حلو، الاداء مش ماشي، والمواتير اللي بتجيلنا مواتير مش جامده، حتى المواتير التوربو بتاعت مازدا ما بتبقاش جامده، بس طبعا عنوانها الاعتماديه، المواتير ما عندهمش مشاكل كتيره فيها. ال 110 الف كيلو اللي العربيه عاملاها، بص هي العربيه مش تقيله ولكن طبعا كانت عايزه قوه اكتر من كده مفيش شك. العزل بيبتدي يتدهور جامد من فوق ال 140، يعني 130 مقبول، اكتر من كده لا خلاص بقى الهواء بقى معاك خالص. ولو ان المواد في العربيه من الاجيال دي، الحته التابلو الامامي المواد كلها سوفت غالبيتها اللي فوق، يعني في بلاستيكات طبعا كتيره في العربيه ما تنسوش هي برضو عربيه اقتصاديه، ولكن المواد مش وحشه. العزل بقى خلاص فوق السرعه دي اتدهور خالص، ولكن المالتي لينك بيساعد العربيه اكتر يبقى عندها ثقه على الملفات اللي مش حد قوي زي دي، ولكن ما زالت كده ايه سايبه من قدام، من قدام ومن ورا متلخلخه شويه. ان هي عاليه الكاوتش مش بس علو، هي التعليق بتاعها هو اللي ظالمها شويه، هم عملوه في النص مايل ان هو يبقى طري اوكي، ما هوش الطري الصريح لكن هو في النص، يعني في النص مايل يبقى طري، ف كانت عايزه تنشف، كانت عايزه تنزل على الارض شويه اكتر عشان تاخد منها متعه اكتر شويه في السواقه باعتبار انها مش تقيله. لكن الفرامل وعلى فكره الجير بوكس بيتجاوب حلو على انه 4 نقلات، بيفهم يعني مش وحش.
التوجيه بتاعها دايما هو اللي بيغفر لها، توجيهها حلو، بس طبعا هي بتاندرستير والعجل بيصفر معانا في الملف ده كله تقريبا يا جماعه. انا مزودها طبعا بس برضو سواقتها حلوه لان توجيهها هو اللي بيخليها يكسب دايما. ولكن المطبات السبعتاشرات دي ظلمها اكيد. طيب تعالوا نجرب التسارع عشان نبقى ايدناه في الليست، تعالوا نشوف. طيب يا جماعه تعالوا نعمل تجربه تسارع للمازدا 3 ونشوف هتأدي ازاي ونبقى ايدناها في الليسته. بس اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا جرس التنبيه، يلا نجرب. حوارنا ايه؟ انا بقول 12 وشويه، 12 21. ربع ميل 18 32. بلاش نقرب قوي عشان الفرامل هنا مش احسن حاجة. طيب زي ما شفتوا العربية سرعت بالظبط زي ما انا تنبأت يا جماعة، 12 ثانية و2 من عشرة والربع ميل في 18. احنا بنأيد العربية دي مش عن الاداء خالص، هي عربية مريحة معمولة كويس، التوجيه بتاعها حلو، فراملها هنا مش كويسه قوي، ولكن التوجيه هو اللي شايل الليله كلها لحد كبير. تكييفها جيد جدا، استهلاكها معقول على عربيه تنفس طبيعي اللي بتدي لك الحته بتاعه الاعتماديه. عربيه عامله 110,000 واكيد مصاريفها مش غاليه في الصيانه وكلها كده هاديه قوي يعني هايله. دي واحده من المميزات الكبيره اللي في العربيه دي. مساحات ورا مش قوي يعني، هيبقى قاعد شويه متضايق، لكن الشنطه كبيره، كانوا ممكن يزودوا شويه من يعني المساحه الخلفيه على حساب الشنطه، ولكن عربيه اعتماديه كويسه. وزي كل عربيات مازدا بتنزل بمواتير للاسف مش 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 قوي. بس ميرسي جدا يا عمر، انا مبسوط جدا ان انا قابلت حضرتك. ميرسي ميرسي، ولو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب ونتقابل في العرض القادم ان شاء الله. الحق عروض نون بتاعت باك تو سكول، نون عاملة عروض كتيرة جدا الفترة دي عشان باك تو سكول. ممكن تستخدموا الاكواد بتاعتي ام كار ماجد 10 ماجد 50 نون 20 نون 21 نون 22، وكمان الاكواد دي شغالة في مصر والامارات والسعودية.